Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. On va prier ensemble, psaume 126, à la page 92 de l'Agbéa. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez plus tard, et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, de fruits des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Il ne sera pas confus quand ses fils parleront avec des ennemis à la porte. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. أصحاب خلطة وبيتا وحلقة جديدة من برنامجنا خلطة بيتا. كالعادة أخبارنا كلها جديدة وكمان جميلة ومفيدة. النهاردة بقى يا خلطة هنحتفل مع بعض بعيد الصعود الإلهي. بس بقى يا بيتا علشان أنا زعلانة قوي النهاردة. يا خلطة بقولك عيد وتقولي لي زعلانة. أيوه لازم أزعل، بابا يسوع كان عايش معانا على الأرض يا بيتا، والنهاردة تذكار صعود بابا يسوع للسماء، يعني سابنا خلاص، سابنا يا بيتا، بابا يسوع سابنا يا بيتا، وتقول لي عيد ونفرح، ده احنا لازم نزعل ونزعل قوي، لا قوي 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 كمان. ها ايوه لا لا بص يا خلطة انا هقولك. لا ما تقولش. طب هفهمك. لا خلاص ما تفهمنيش، احتفل انت وسيبنا نعيط هنا. يا ستي يا ستي سيبيه يقولك، ما ينفعش كده، احنا بنصور يا جماعة والناس شايفانا. خلاص خلاص علشان خاطرك انت بس، اتفضل قول. ها هتقول ايه؟ قول. بص يا خلطة، الرب يسوع بعد قيامته من الموت ابتدى يظهر للتلاميذ لمدة 40 يوم علشان يفرحهم وكمان يطمنهم ويثبت لهم انه الاله الحي. والأهم من ده كله بقى إنه كان دايماً بيتكلم معاهم في الأمور اللي بتخص السماء علشان هم كمان يبشروا بيها الناس كلها بعد ما يصعد للسماء. طيب وليه أصلاً بابا يسوع ما قعدش معانا؟ ليه سابنا وطلع السماء يا بيتا؟ أولاً يا خلطة بابا يسوع ما سابناش وعمره ما هيسيبنا أبداً، هو معانا في كل وقت. ثانياً بقى بابا يسوع طلع السماء علشان يجهز لينا مكان جميل هناك هنعيش معاه على طول. كمان يا خلطة بابا يسوع جه لهدف انه يخلصنا من الخطية، وده حصل لما مات وقام الموت. بكده يكون الخلاص تم، والدور بقى علينا احنا اننا نبشر بالرب يسوع في العالم كله علشان الناس كلها تعرفه وتعرف محبته الكبيرة لينا. يعني بابا يسوع صعد للسماء علشان يجهز لينا مكان معاه في السماء، يبقى معنى كده انه هيجي تاني يا بيتا علشان ياخدنا معاه. فعلا يا خلطة، الرب يسوع هيجي مرة تانية وكلنا هنشوفه على السحاب، والابرار هيدخلوا معاه الملكوت. علشان كده لازم كلنا كلنا نعمل حاجات حلوة وما نزعلش ابدا ابدا قلب ربنا، لأنه ضحى علشاننا وسفك دمه على الصليب علشان يكون لينا مكان تاني معاه في السماء. بس تفتكر يا بيتا ازاي واحنا صغيرين قوي قوي كده
نقدر نبشر بالرب يسوع. في آية جميلة أوي أوي يا خلطة بتقول: ليروا أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يعني ممكن نمجد اسم ربنا بتصرفاتنا الجميلة، وكمان نشهد ليه بالحاجات الحلوة اللي بنعملها. فعلا، يعني مثلا ما نعليش صوتنا وإحنا بنتكلم، كمان ما نضايقش اللي حوالينا، ونساعد المحتاج، ونعمل أي حاجة حلوة نقدر عليها. ساعتها بس الناس كلها هتعرف إننا أولاد لربنا، وإن إلهنا إله جميل ويحبوه زي ما إحنا كمان بنحبه. فعلا، بس يا ترى يا هل ترى بابا يسوع صعد إزاي؟ يعني هو كان واقف كده وطلع للسماء على طول؟ صح، ده سؤال برضو مهم. ايه رأيك بقى نشوف الفقرة اللي جاية؟ جايز نعرف الإجابة. اهلا بيكم يا أصحابي، النهاردة الرمل الشقي بتاعنا جاي ومجهز لينا حكاية جميلة، تعالوا بسرعة نسمعها ونشوف ايه اللي حصل فيها. الرب يسوع بعد قيامته من الأموات ابتدى يظهر للتلاميذ لمدة 40 يوم علشان يفرحهم وكمان يطمنهم ويثبت لهم انه الاله الحي. والاهم من ده كله انه كان دايما بيتكلم معاهم في الامور اللي بتخص الملكوت والسماء، وكمان كان بيهيئهم ويخليهم مستعدين للخدمة، وانهم يبشروا كل الناس بيه ويعرفوا كل العالم بمين هو ربنا يسوع المسيح. وعلشان يبشروا ويخدموا كان لازم انهم يتملوا قوة من روح ربنا اللي هي الروح القدس، وده اللي الرب يسوع وعد بيه التلاميذ انهم هياخدوا قوة من الروح القدس. وهنا الرب يسوع قال لهم: فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. هنا الرب يسوع ادى قوة للتلاميذ إنهم يبشروا ويخدموا العالم كله ويعمدوا الناس باسم يسوع. كمان يا أصحابي، الرب يسوع فتح ذهن التلاميذ علشان يستوعبوا الكلام اللي هو قال لهم عليه، وفهمهم انه كان لازم يتألم ويتصلب ويقوم من الأموات في اليوم الثالث، وطلب منهم طلب: خليكوا في أورشليم لغاية ما تاخدوا الروح القدس. وهنا الرب يسوع وعدهم بحلول الروح القدس، وبعد كده خرجوا وراحوا مع بعض بيت اسمه عنيا، وهناك رفع الرب يسوع ايديه وبارك التلاميذ وكل اللي كانوا موجودين، وابتدى يصعد للسماء، فكل اللي كانوا موجودين سجدوا للرب يسوع وفضلوا باصين عليه وهو صاعد، لغاية لما الرب يسوع صعد للسماوات. بعديها رجعوا أورشليم وهم مليانين فرح وسلام وطمأنينة، مستنيين الروح القدس يحل عليهم زي ما وعدهم الرب يسوع له كل المجد. Jésus monte au ciel. Acte 1, 3 à 11, page 365. Après sa mort, Jésus se présente à ses apôtres et il leur prouve